فدوى الحبيب، عمري 34 سنة، عندي 3 البنيتات، متزوجة. أنا كنحب الموضة بزاف، كنحب الفاشن بزاف، كندير عرض أزياء، شاركت عدة مهرجانات دولية وعربية، وشاركت في مسابقة ديال مسابقة الجمال الجلوريا فاشن، وفزت بلقب ملكة جمال العارضات 2019، وشاركت في الدورة الرابعة الموسم الثاني، وفزت تأهلت للنهائي. إن شاء الله غادي يكون من بعد هذه الجائحة ديال كورونا، غادي يكون في 2021. وكنحب الموضة والفاشن بزاف. صراحة أنا متفاجئة بحالي بحال الناس كاع اللي متفاجئين. فقط حتى لقيت الناس حاطين صور ديالي، كيهزوهم كيحطوا لي فيديو ديالي، تيقولوا شبيهة ديال الدنيا باطمة. وليا الشرف أنني نشبه ليها، حيت فنانة كبيرة تبارك الله، وفنانة مغربية كنحماق عليها وعزيزة عليا بزاف. الله يحفظها لوليداتها، الله يخلي لها البنيتات ديالها. ما عنديش مشكل انهم يشبهوني الفنانه دنيا باطمه، بالعكس كاين الناس كيسبوني، كاين الناس اللي تفرحوا في لي كومونتير، في لي ميساج، تيجوني لي ميساج زوينين، كيجوني ميساج خايبين، كيسبوني انني كنشبه ليها، ما عرفتش علاش. المهم هذاك داكشي تيبقى ليهم. اول حاجه التشابه اللي كيقولوا لي الناس هو لو فيزاج، فلاتاي، تيقولوا لي كتشبه ليها بزاف، الشكل ديال الشعر، في الميك اب، في النيف، في الفم، في السنان. المهم الناس كيقولوا تيشوفوا التشابه. ما عرفتش شحال هذه، ما كانوش تيشبهوني، حيت ما كنتش دايره الهوليود سمايل. ملي درتها وكنت كنحط لي فيديو لي فوتو ديالي، عاد ولاو الناس بصح بزاف، يعني باش ننتشروا لي فيديو لي فوتو، يعني هاد فهاد الايامات هادي، في الايامات الاخرى اللي وليت كنحط فيها لي فيديو ولي فوتو ديالي. انا ما دايره حتى شي عملي ديال التجميل، والفيلر درتو دابا صافي انو باش درتو، ومبقاش يعني تحيد، درتو في فمي ومبقاش زعما مبقاش شاد بزاف، غير شي شويه وصايبت الهوليود سمايل، يعني صافي هادشي اللي مصاوبه، يعني ما درت حتى شي حاجه اخرى. صراحه انا كنت عايشه مرتاحه، ما عليا ما بيا حتى هادشي تكبرت واش كاع منين جا. وصراحه اليومين هادي مابقيتش كاع عندي الوقت نهائيا للدار، وليت مقابله غير التليفون، حيت بزاف ديال الناس تيعيطوا لي، الصحافه تيعيطوا لي، الناس اللي كيبغوني ولا ما كيبغونيش. كاين واحد الصعوبه كبيره وواز الناس المشهورين صراحه، والله العظيم باز لهم. فخاص الوقت الانسان يعطي الوقت لولادو، انا كان الوقت ديالي كله لولادي ولداري، وديما معاهم، نديهم ليكول، نجيبهم، نخرج معاهم، يعني ما كنتش بزاف تنحط لي فيديو لي ستوري وداكشي. فشوية صعيبة باش تنسقي بين العمل ديال مثلا الشهرة وديال مع الدار، صعيب شي شوية. كنت عايشة في تركيا مع راجلي ووليداتي، واحد النهار فكرت انني نجي للمغرب وندير بروجي، درت مطعم تركي انا وراجلي، والحمد لله خدامين ترانكيل مزيان الحمد لله، والمغاربة تيعجبهم الماكلة الشرقية بصفة عامة، والحمد لله غاديين مزيان ومستقرين في المغرب، ولكن مازال عندنا الكونتاكت مع تركيا، يعني كنمشيو ونجيو، وباقي عندنا الدار تما. أنا ما كنعرفش نطيب الأطباق المغربية، كنعرف نطيب غير التركية، وما كنعرفش نطيب المغربي، حيت تزوجت صغيرة وتعلمت في دار راجلي، تعلمت نطيب، هو اللي علمني نطيب حيت هو شاف كوزيني، فهو بالاحرى هو اللي كان تيطيب وكنت كنشوفو كنتعلم منه، يعني ما كنتش كنطيب انايا بزاف. وماشي بزاف دابا الوقت باش شاركت في واحد البرنامج مغربي وطيبت اكل تركي.
ما كانش تواصل بيني وبين الفنانة دنيا باطمة، كنت غنشارك معها في واحد الفيديو كليب، وكان عندي التزامات عائلية فلهذا ما كانش يمكن لي نسافر، فما كتبش، ولكن إن شاء الله المرة الجاية علاش الله. من بعد انتشار الصور ديالي على مواقع التواصل الاجتماعي توصلت بعروض عمل بزاف، وصراحة مازال ما جاوبتهمش حيت مازال ما عرفش شنو غندير مع من غنخدم، فخليت بلاتي حتى تهدى الامور شي شويه عاد نعرف شنو غادي نحط النقاط كل حاجه في بلاصتها. فرق كبير بين المرأة المغربية والتركية. المرأة المغربية حنينة، لبيبة، ظريفة، التعامل ديالها زوين مع الناس، كتبغي الناس، كتبغي الضياف، كترحب بزاف، داكشي اللي عندها كتحطو، ما كتعرفش فين تحط الضياف ديالها، كتعطي وقتها لدارها ولولادها، بزاف كاين بزاف. الافكار اللي كان موجود ليهم دابا كنفكر انني ندير فاشن ديزاينر، كنت كنفكر فيها من زمان وكنوجد ليها، وان شاء الله عن قريب غتكون شي حاجه ديالي، انتظروا الجديد ديالي. لا ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء اللي وقع، هو من شحال هذه وانا كنفكر انني ندير فاشن ديزاينر، وهو الحلم ديالي، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي غادي نحققه ان شاء الله. صراحه الشهره في لي ريزو سوسيو شويه قاصحه صعيبه، اللي ما مولفهاش كتجي صعيبه، ما كيقدرش الواحد دغيا يتعامل معها دغيا يولفها، شويه صعيبه. مثلا انا كنت كنقدر نخرج مثلا غير بيجاما الصباح تنوصل ولادي ليكول، دابا ما نقدرش نخرج بالبيجاما، ما قدرتش. خرجت نورمال، مي شفت الناس في الزنقه، بنات عرفوني وبداو تيشيرو تمشيو فلانه فلانه فلانه، يعني صافي، يعني من تما قلت راه ما يمكنش، راه صعيبه، ما يمكنليش نبقى كيف كنت. كنقول الناس المشاهير حسن عوانكم والله يكون معاكم. جربت انا هاد 3 ولا 4 جوغ هادي، صراحه صعيبه ماشي سهله، ما كرهتش نرجع لتونس، ما نبقاش باينه حيت داكشي فريمون صعيب، صعيبه الشهره صراحه. الله يكون معاكم وتنبغيكم كاملين.